مراد جام مختفي، إذا بتعرف وينه قل لي بسرعة. كيف بدي أعرف وينه؟ عم دق له ما عم بيرد على تليفوناتي، وماله بالبيت كمان، ما راح لعند أمه. قلت بيجي وبسألك. قل لي لشوف، ما شفته مراد؟ ما شفته. نشقت الأرض وبلعته يعني؟ أنت ليش قلقانة ومتوترة كل هالقد؟ أكيد ما رح يضل مختفي. هاد مو شغلك، إذا شفته لجان بس خبرني. رفيف مرحبا. فيني أعرف أنت شو جابك لهون هلأ؟ شو؟ مستني حدا؟ إيه مستني حدا، ممكن تمشي هلأ لو سمحتي؟ شوف، لا تسمع شو رح أقلك إذا بدك، بس الضيفة أكيد ما رح تجي. هاي الضيفة اللي مستنيها مستحيل ما رح تجي لعندك، عم تستنى على الفاضي مراد. أنت شو عم تخرفي وتقولي رفيف؟ ها؟ قبل ما أجي لهون أنا مرقت لعند جان، شفتهم بعيوني مراد، كانوا عم بيرقصوا مع بعض، كانوا عم بيرقصوا ونسيانين كل شي صار بيناتهم، ومو همهم أي شي. أنا مالي مصدق مراد، أنا ما عم جيب هالحكي من عندي، أصلاً أنا ما فيني ألف هيك كذبة. عم قلك أنا شفتهم بعيوني، حتى سمعت الغنية اللي عم بيرقصوا عليها، وإذا بدك فيك تتصل بفوتون وتتأكد. أنا مالي مضطر أسمع كذبك أكتر من هيك، لو سمحتي امشي. مراد أنت من إمتى هيك صرت غبي وأعمى؟ عشقانة لفوتون؟ أنت زودتيها كثير، طلعي من بيتي. ماشي لحالي، ما في داعي تقلعني، بس الضيفة اللي حضرتك مستنيها ما رح تجي، وخليك غبي هيك. غبي رح أرجيك لك كمان يا مرأة. خير، شو بدك بهالوقت؟ شوفي مراد بيك، الضيفة اللي كانت عندك اليوم وقعت تحت والشباب معها هلأ. كيف؟ طارقة راسها كأنه مو على بعضها، يمكن لازم ناخدها على المستشفى. رفيف رفيف، هي أكيد رفيف، امشي. شكرا مراد، ما تواخذني، لبكتك معي بهالوقت. ما في داعي تشكريني. كيف صرتي؟ لساتك موجوعة من الضربة؟ لا منيحة، ما فيني شي، هلأ بوقف تاكسي وبرجع على البيت. لا رفيف، يعني انتي وبهالحالة مستحيل اتركك لحالك، منروح لعندي. ما في داعي، يسلم، انا بروح لحالي. خلصنا رفيف، الدكتور كلامه واضح، اول 24 ساعة بدك مراقبة، هلأ منروح من هون على الصيدلية مناخد لك الدواء وبعدين من هنيك لعندي. انتهى النقاش، يلا. صباح الخير مراد. صباح النور. أنا بتشكرك من كل قلبي، لولا مساعدتك ما بعرف شو كان صار فيني. ولو، هذا واجبي. كيف صار راسك؟ منيح. يعني ما في وجع؟ مبارح كان واجعني بس اليوم أحسن. ماشي، أنا مضطر روح. مراد الريحة اللي على البيجامة كتير طيبة. رقم التاكسي بتلاقيه بالمطبخ على البراد. جيب لي نفس المشروب اللي عم يشربه مراد بيك. رفيف شو، كيف عرفتي اني انا قاعد هون؟ ما كنت بعرف، من زمان كنا نجي لهون نحن وجان، لما حدا منا يكون متضايق كنا نجي ونشرب مع بعض. معناتها بصحة شو رح نشرب اليوم؟
صحة أيام زمان. بباب شوفك. وقف مراد، لوين بدك تروح؟ عالبيت. عودي شوي، في قصة بدي حاكيك فيها. أي قصة هي؟ فتون وجان، شو بده يكون غيرهم يعني؟ رفيف، لا تعملي من هالقصة سوسة أو مشكلة بدون ما تنتبهي. أنا ما عم بعمل أي شي مراد. بعتقد ما عاد في قوة بتفرقون عن بعض، وبنصحك ما تجربي حتى ما تبهدلي حالك. مراد، رح نضلنا عم نتفرج؟ هالاتنين جرحونا ولعبوا بمشاعرنا، بهالبساطة ننسى؟ أنا ما لقيت حل غير سافر، راجع على ميلانو. يعني الشلة يلي ما بتفترق بالعادة انتهت، وأنا بنصحك تقيمي هالقصة من بالك. تفاجأت بزيارتك مراد، شو الموضوع؟ هالحمل مين بيعرف فيه؟ كيف؟ انت شو عم تقول؟ لو سمحتي رفيف جاوبيني، مين بيعرف انك حامل؟ شو دخلك انت؟ وليش عم تسأل هالسؤال؟ رفيف، انا غيرت كل حياتي كرمال فتون، وبتعرفي هالشي منيح. لا قدران ضل باسطنبول ولا قدران ارجع على ايطاليا، كل اشغالي وقفتها وناطر كل الوقت. وأنا شو دخلني مراد؟ شو دخلني بالعلاقة اللي بيناتكن أنت وياها؟ ليش جاي عم تحكي لي إلي؟ رفيف، بما أنه رح تتزوجوا أنت وجان، وبما أنكن ناطرين مولود، خبري الكل بالموضوع وخلي القصة تنتشر وتنعرف وتطلع من كونها مجرد إشاعة. كيف يعني؟ يعني اطلعي على التلفزيون، عملي لقاء. أنا فيني أحكي لك مع القناة اللي بدك إياها، أنت بس اختاري. رفيف، أنا تعبت، ما عاد فيني أتحمل إني شوف جان وفتون مع بعض كل الوقت. عن جد مليت، وأنا عم بستنى وراقب شو بده يصير، وبالأخير بتطلعي أنت حامل. لهيك كل العالم لازم تعرف بقصتكن، ولازم جان يتحمل المسؤولية، يتحمل مسؤولية الشي اللي عمله معك، وتتزوجوا بسرعة. اي مراد، وصلتك رسالتي امبارح؟ كتير منيح، رح يجوا كرمال المقابلة. جهزتي حالك؟ ايه كله جاهز، لا تاكل هم شي، بس جان هلا عندي وما فيني طول. بالمناسبة الشي اللي عملته كتير منيح، شكرا. طيب رفيف، منحكي بعدين. بنتي انتي ما لازم تشربي لا قهوة ولا غيره، ناوية تجننيني يعني؟ قهوة شو هاي وانتي حامل لك بنتي؟ مضرة كتير. بكفي بقى خالة مديحة، خليني أخذ راحتي ببيتي. هاتي ميدك لشوف. شو عم تساوي؟ عجبك اللي عملتيه خالة مديحة؟ رفيف، أنا كرمال مصلحتك عم قول هيك. عن أي مصلحة عم تحكي؟ انتي الوحيدة اللي بتعرفي اني مالي حامل. حضرتك كذبتي كذبة الحمل ومصدقتيها أكثر مني. لو سمحتي بترجاكي رجعي للواقع واصحي على حالك. أنا مالي حامل، حاجة تدخلي بحياتي بقى. اعملي اللي بدك يا، كأني عم بحكي هيك كرمال حالي. أمي، ما خبرتوني؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيفك بابا؟ الحمد لله بنتي. نورهان، أهلا وسهلا. انبسطت بشوفك. تفضلي. الحمد لله على السلامة أكرم. الله يسلمك مديحة، شكرا. أهلين مراد. أهلين خالة. نورهان، شو هالمفاجأة الحلوة حياتي. يا الله. تفضلي أمي. والله عملتوا عين العقل برجعتكم نورهان حبيبتي، صدقيني اشتقت لك كتير. نحنا كمان حياتي اشتقنا لكم كثير، يا ريت لو كان كل شيء مثل قبل، يعني لو تحسين كمان كان بيناتنا هلا. امي شوفي يا لك بنتي، ما في حدا غريب. والله زعلت كثير لما سمعت الخبر.
كيف قدرت حسين يعمل هالعملة العاطلة هي؟ ما عم بفهم. بعد العشرة اللي بيناتكن حمل حاله وراح. لا توجعي راسك حبيبتي بلا ما نجيب سيرة المرحوم هلأ. إن شاء الله تاخده جهنم الحمراء، وين ما بيروح كل شي بيتسكر بوشه. انسي. معك حق باللي عم تقوليه مديحة. أنا وياكي رح يصير عنا أحفاد بعد شوي. شايفة شلون كبرونا هالولاد؟ حياتي أنتي تصطفلي مثل ما بدك، بس إذا بيعلموا للولد يقلي تيتي بمحيهم هن الاثنين. حفيدي رح يناديلي مديحة. معقول في وحدة بعمري بتقبل ينقلها تيتي؟ يا جماعة هو يخلق بخير وسلامة، وشو ما نادالنا وقتها نحن رح نكون مبسوطين. مزبوط حكيك أكرم. أنا بدي استأذن منكم. الحمد لله على سلامتكم. إيه لا، لوين رايح مراد؟ قاعدين لسه ما شفناك، عود شوي. مو مشكلة، منرجع منجتمع مرة تانية على أكيد. معناها اليوم العشاء برا وأنا عازمتكم، ماشي؟ أنت وجان ورفيف، أنتوا الثلاثة مثل أيام زمان. إيه لا، شو هالحكي؟ اليوم العشاء عندي نورهان، إيه ما بترككم تروحوا لمكان؟ نسايبي واصلين من السفر جديد، معقولة اترككم يروحوا مطاعم؟ وبتعرفوا شو عندي بالبيت؟ شيف فرنسي عنده خبرة بكل مطابخ العالم، ولازم تدقوا أكلاته، شي بيجنن شغلة. ناجية؟ ايه، هي جاية من أمريكا جديد وأهل إمها فرنسيين. شو هالحكي لك بنتي؟ طباخة جديدة أصلها فرنسي واسمها فرانسوا. مراد ناطرتك إلك كمان على الأكيد. خالي مديحة أنا عن جد عندي شغل كتير، بس بوعدك إذا فضيت رح أجي. رح وصلك على الباب. آه نورهان، بعد صداقة كل هالعمر صرنا نسايب هلأ فوقها. شايفة؟ وبعد ما صرنا نسايب قال بكرة منعمل حماوات ومصير منعلق مع بعض. آخ يا الله. رفيف، مو كنتي بدك تحكي لي شي؟ ايه مزبوط، بس بعد ما اهلي اجوا لعندي تكركبت وما عادت ركزت. مراد، فتون وجان مع بعض دائما، على اساس انا وياه رح نتزوج، بس صار لي فتره ما عم شوفه. يعني لازم نلاقي طريقه لحتى نفرقهم. رفيف، من زمان لقيتي طريقه لتفرقيه. كيف يعني؟ شو قصدك تقول؟ بعدين بنحكي بالموضوع. فتون، انت كيف بتخبي عني هيك موضوع؟ في مجال تفهميني كيف ما بيخطر لك تخبريني بهيك قصة مهمة؟ فهميني انت كيف ما بتخبريني انه جايين كرمال سمعوا، ولا من كل عقلك مفكر انه رح تقدري تضحكي على الجماعة؟ لا تعيط بوشي، انا خبرتك جان وبعت لك مسج. ولك ما وصلني منك شي. انا كنت مع جان كل الوقت وما وصله مسج على تليفونه. انت لا تتدخلي رفيف. بالله عن جد؟ وليش بقى؟ لأنه يا خانم وصاية سمعوا بتخصني أنا وجان لحالنا، عم تفهمي ولا لا؟ بس كمان صارت بتخصني من اليوم. وليش بقى؟ أنا صرت مرته لجان بالشرع والقانون، ومسؤولية رعاية طفل تحت وصاية زوجي مسؤوليتي كمان، ومن حقنا الطبيعي إنه ناخده لعنا. معناتها خلص تزوجتوا؟ تزوجنا وهي جايتنا من المحكمة لهون. ايه، ألف مبروك. يبارك فيكي. ليكي فتون، نحن اتمنى لكم السعادة من قلبي. وانتو كمان خطبتكم هيك اجت فجأة. لأنه صار لازم نفكر بحياتنا، بس ما قدرنا نوصل للي انتو وصلتوا له. نحن لساتنا بأول الطريق، ما هيك؟
كتير مستعجلين. المهم شو بينقال، الله يتمم لكم على خير. انبسطت لكم. آمين رفيف، كلك ذوق. خلينا بالمهم، لا تنسي إنه من اليوم ورايح أنا إلي حق بسمعه مثلك كمان. أي طبيعي، معك حق. من اليوم ورايح إذا صارت أي مشكلة مع سمعه رح أتصل وخبرك. حياتي يلا ما معنا وقت، لازم نروح فورا ونخبر أهلنا. آها لسه ما خبرتوهن. حلو كتير، حب سريع وكتب كتاب أسرع، والله بهنيكم. يلا رفيف خلينا نمشي، فوتونا لازم نحكي بأسرع وقت بخصوص سمعه. ايه منحكي. شو هالحركات اللي عم تعملها؟ يعني ليش ما رحنا وشربنا فنجان قهوة بشي مكان؟ هلأ إذا شافنا حدا رح ننفهم غلط. لأنه أي مكان إذا نسمع شي رح تنفهمي غلط أكتر بكتير. أنت شو بدك تقول؟ اسمعي منيح شو بدي قلك رفيف، بعرف إنه مالك حامل. أنت شو عم تقول مراد؟ يلي سمعتيه هلأ وما في لزوم تمثلي قدامي بقى. حاج شو هالتخبيص اللي عم تخبصه؟ سمعتك لما حكيتي مع مديحة. هداك اليوم لما رجعوا أهلك من السفر أنا كنت ورا الباب. طيب قلي شو المطلوب؟ حقلك، بدي إياكي تبعدي لجان عن فتون وعن الولد كمان. كيف؟ مثل ما سمعتي رفيف، خلص الولد اتركوه لفتون، بعدي جان عنه. صار لازم نحط حد لجان تكين بقى. ما عاد بدي جان يحوم حوالين فتون أكتر من هيك بحجة الولد الصغير. أنا كمان ما بدي مراد، بس شو طالع بإيدي أعمل أكتر من هيك؟ هذا الشي بخصك رفيف، وبدي منك شغلة، بكرة لآخر مرة بدي منك تجيبي جان وتجوا عبيت فتون. وليش بقى؟ لأنه لازم تكونوا موجودين بكرة. عم تفهمي علي رفيق؟ مراد أنت ليش عم تحكي معي بهالأسلوب البشع؟ لا تتوتري مشان الولد يا حلوة. فيني أفهم أنت شو بدك مني بالضبط؟ عم تقلي بعدي عن فتون وعن الولد وبعدين بترجع بتقلي روحوا لعندهم، قلي شو بدك مني؟ بس توصل وبتفهمي. أنت جيبي جان لهنيك وما عليكي، أصلاً بعد اللي حيصير جان رح يبعد عن فتون وينساها. طيب ماشي، خلصت؟ خلصت. ما كان ناقصني غير مراد وجنانه، هذا اللي كان ناقص. ما بيكفيني اللي فيني لأو عم يبتزني كمان. أنا كيف بدي أطلع من هالمصيبة هي يا الله. مراد؟ بصراحة ما تحملت أكتر، انجبرت أجي لعندك. طيب طيب تفضل. أنتوا كمان هون؟ ليكي أنفشه حلو، كل ما كبر كل ما حلي أكتر. إيه وشهيته بتضل مفتوحة، هالأغلب طالعني. أصلاً مبين من وزنه. أعطيني سمعه عنك إذا بتريد. شو عم تساوي جان؟ ما رح يهرب بالولد، بعد شوي بتحمله. إيه ونحنا كمان جايين مخصوص لحتى نشوف سمعه اليوم. أعطيني أعطيني الولد لو سمحت. هات هات شو صار له؟ عنك لو سمحت. تعال حبيبي لعند عمك جان. تا 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 شو يا قمر؟ أنا بعرف إنه أنت ما بترتاح بحضن مين ما كان، لهيك ضايج وما عم تقدر تنام. المهم مراد شو الموضوع؟ أنت شو جابك لعندي لهون؟ بصراحة كنت حابب أعمل هالشي لما نكون لحالنا، بس ما عاد فيني أصبر أكتر من هيك.
وبدي اياهم كمان يشهدوا على هاللحظة المهمة. مراد شو الموضوع؟ قول. هذا شو ناوي يعمل؟ فتون، بارح وقت كنا مع بعض صديني كنت عم عيش أحلى لحظات حياتي. العمى العمى، ليش هدول شو عاملين مبارح؟ وكمان هالشعور الحلو بدي اياه يستمر لآخر العمر. بدي انهي الليل بين ايديك وفي الصبح وشوف عيونك. تقبلي تتزوجيني فتون؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.